عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان يقول إن إدلب ومنطقة خفض التصعيد ستدخل وقف إطلاق النار منتصف هذه الليلة. قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف موقع تلبريق العسكري التابع لقوات النظام في رسم السد بريف القنيطرة الغربي. هيئة تحرير الشام تعتقل العقيد عفيف سليمان قائد جيش إدلب الحر وعضو مجلس القيادة في الجبهة الوطنية للتحرير على حاجز الغزاوية قرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي. جمعيات ومنظمات أهلية عاملة في مجال حقوق الإنسان واللاجئين تنظم وقفة في ولاية إزمير التركية أعربت فيها عن رفضها لقرار ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين من ولاية إسطنبول. مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير استهدف عرضا عسكريا في مدينة عدن جنوب إدلب، ورئيس الوزراء يقول إن الهجمات جرى التنسيق لها تحت إدارة إيرانية. انخفاض اليورو والجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى لهما في عامين بفعل مكاسب الدولار بعد تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية. إطلاق سفينة شحن فضائية روسية من مجمع الفضاء الروسي في كازاخستان في مهمة لإيصال إمدادات يبلغ وزنها 3 أطنان إلى محطة الفضاء الدولية.